لكن واذا كان الموضوع محتاج ان احنا نعدل في تشريعاتنا نعدل. اذا كنتوا عايزين تحلوا البلد ديت وتحافظوا عليها وتبقى بلد بجد فيها سلطة قانون بجد، سلطة القانون مش ان انا بس اللي احترم القانون وان انا احترم، لا احنا كلنا نحترم القانون. فاللي عمل كده وغيره من فضلكم في 10,000 مخالفة، يبقى في 10,000 انسان تم القبض عليه. انا بقولها وكل مصر تسمعني، 10,000 مخالفة يبقى 10,000 انسان تم القبض عليه، تتحول للنيابة والنيابة ما سيبكش ابدا، ما سيبكش ابدا. ليه؟ لا احنا هنفضل بقى نجري ورا العشوائيات لبقيت عمرنا ولا ايه؟ لازم الموضوع ده يقف وناخد عليه خط ونبدأ من جديد. فعشان الخط ده ناخده لو سمحتم، كل مدير امن ده أولوية. احنا بنعالج إرهاب، وده شكل من أشكال أخطر من الإرهاب، الفساد والتخريب في الدولة ده أسوأ، لأنك أنت ده ما فيش دولة بقى، ده أي حاجة. لا النهاردة أي تجاوز مش من فضلك، ما تقوليش التجاوز أنا حزيله، لا أنا التجاوز زيلته وأبط على السبب فيه ويتحاكم. محتاج ان احنا نعدل في تشريعاتنا، نعدل حتى تستقيم الامور مرة تانية وتبقى الدولة انتظمت وتحركت. ما كان سببها 2011 قبل كده، لن يكون تاني، لن يكون تاني، لن يكون تاني ابدا ان حد يخش ياخد ويعبي ويبني لا 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 لا، ايه ده؟ والله الكلام ده لا يرضي ربنا ابدا، والله الكلام ده ما يرضيش ربنا ابدا. يا ناس تقعدوا تضيعوا في بلادكم كده، مش معقول. لكن على كل حال فيما يخص المنطقتين دول، النقطتين دول، عوضوا الناس لكن المسؤول الجاب. حاضر. اه حاضر.